بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، مرحب إخواني وأحبابي في قناة أحمد العسوي، ومع درس جديد من دروس سلسلة تعليم سبيتش أب. وعشان تشوف الدروس اللي فاتت قبل كده، اشترك للقناة وهتلاقي باقي الدروس هنا موجودة، وراجع الدورة من جديد. نروح لسكتش أب ونفتحه. والنهاردة يا إخواني وأحبابي هنتكلم على أمر جديد وأداة جديدة، أمراض سكيل. ده الرمز بتاعه هو في القايمة، واللي أمر السكيل ده اللي هو المقياس، أو اللي هو قياس لأجسام. وهنشوف عشان نجيب الأمر ده برضك ممكن تجيبه من الكيبورد حرف الإس أهو. ده نموذج عندي مجسم، ده بيقدر بيتحكم في الحجم المجسم بتاعي، يعني ممكن أطول الحجم أقصر الحجم وأتحكم في مقاسات، وممكن أتحكم كمان في الحجم ذات نفسه. يعني أنا ممكن أتحكم طوله في العرض وفي الارتفاع. طب هنيجي نشوف إزاي. يعني عندي ده، إحنا قلنا كده ده شكل، لكن هنقلبه كده لمجسم. نجيب أمر بوشبل، ده أصبح عندي مجسم ثلاثي الأبعاد. ونجيب الأمر سكيل، تعالوا بصوا، كده لو جيت أنا هنا الأمر سكيل بيديني عبارة عن كور مربعات، دي اللي أنا أقدر أمسك منها ويخليني أتحكم في النموذج. يعني لو مسكت مثلا من الزاوية دي ونزلت ضغطت كده، ده كده بياخد المجسم كله طول في عرض في ارتفاع ويصغره لي وينزل بيه. يعني كده انا اهو شوف المجسم يكبر ويصغر معايا. طب ايه الفرق ما بين النقطه دي والنقطه في النص؟ بص للنقطه اللي في النص دي، لو اخدت المجسم كده، كده المجسم صغر معايا في الطول وفي العرض. فهمنا النقطه دي يا اخواني؟ يعني انا هنا مجسم لما باخده وبنزل بيه، او اي ركن من الاركان دي الاربعه دول فوق او تحت او الناحيه التانيه الاربعه اللي زيهم كده، بياخد لي المجسم كله. لكن لو جيت هنا على النقطه دي، كده بياخد لي المجسم ما بين النقطه دي والنقطه دي، يعني ممكن ما ياخدش الشكل كله، ياخد حاجات منه. طيب وهنا برضك نفس الحكايه. يعني هنا نيجي اللي في النص، بصوا بس المجسم بقى اتعامل معايا ازاي. المجسم مش كله اللي اتعامل معايا، جزء منه اللي هو اللي بالطول بتاعه بتغير. طيب هنا اهو نفس الحكاية، هنا طلعت او انزل بيه، المجسم خد الارتفاع ونزل بيه، نفس الحكاية هنا اهو، خد بردك المجسم وغير في ايه، في المقاسات بتاعتي. عرفنا ان انا لو حبيت اعمل الطول بعمل الطول من هنا، والارتفاع باخد من النقطة اللي هي هدية، والعرض نفس الحكاية من هنا كده. ده عشان اقدر اغير في حجم المقاس بالنموذج. طب تعالوا نشوف حاجة تانية كده. انا ممكن اعمل بالمجسم بالسكيل دي، اقدر اعمل بيه برضك يساعدني في اشكال. طب ازاي؟ تعال نشوف كده مع بعض، نعمل حاجه كده طريقه. ممكن اخد السطح اللي فوق دوت واعدل عليه بالسكيل. هنجيب امر السكيل،
دلوقتي بالنسبة للدايرة، أنا لو حبيت أغير في الشكل ده، لو عملت كده بصوا الشكل اتغير في اتجاه واحد، اللي هو الاتجاه اللي أنا سحبت منه المربع. يعني لو سحبت المربع ده من هنا هيتغير من هنا، سحبت المربع ده هيروح من المربع ده، أهو بصوا بيروح على نفس المربع. طب أنا لو عايز أغير في الشكل ده، أكبر منه أو أصغر منه، باجي على ركن من الزاوية دي وجيت دوست هنا على الركن ده ودوست على كنترول، بص المربع راح فين؟ أهو شايفين يا جماعة النقطة دي اللي بتتحرك كده. لما هاجي هسحب هيسحب لي الشكل كله زي ما يدور، أهو بصوا. غير لو شلت ايدي مع الكنترول وجيت سحبت كده هيسحب في اتجاه واحد، المكان اللي انا بقى شت منه. شوف يا جماعه تاني، يعني انا مثلا هاجي من الشكل ده كده واسحب، ابص المربع كله ازاي كبر مع بعض. انا كده قدرت اغير في شكل الدايره بتاعتي بامر البشر والاقدر ارفع. بجيب امر سكيل برضه واضغط مع شيفت سوري مع كنترول، شوفوا يا جماعه قدرت انا اعمل ايه من الشكل. طبعا انت بقى تقدر تجرب بقى في اشكال مربعات ومثلثات ودوائر، تقدر تعمل الشكل، وامر السكيل يقدر يغير لك الشكل زي ما انتم شايفين كده. قدرت اعمل حاجه من الامر السكيل. طيب تعالى نروح نشوف نعمل حاجه تانيه. انا عندي مثلا الشكلين دول قصاد بعض، انا اقدر اكبر الشكل دوت. لما اجي مثلا اكبره بضغط عليه وبدوس على امر السكيل، انا لو عايز اكبر الشكل ده مثلا الضعف تاني، هنا بيتكتب لي في المربع اللي تحت انتوا شايفينه هنا كاتب لي واحد، انا اقدر اكبر الضعف بيكبر بمقياس رسم من 1 لـ10%. يعني هنا كده كده واحد، لو جيت انا هنا لازم اضغط بس على الاول على ركنه كده وعايز احنا كده عارفين انه واحد، عايز اغير 2% مثلا، هكتب شوف المربع هكتب فيه ازاي ولاحظوا معايا يا اخوان، 2 علامة 0، واول ما اضغط انت بص الشكل ايه اللي هيحصل له كده، الشكل كبر بنسبة 2%، يعني 1% بقى الضعف. لو حطيت 3% هيبقى ضعف 3 أضعاف الجزء ده، 4% هيبقى 4 أضعاف الجزء ده، وهو نفس الرسمة دي كانت هي نفس، واخدها نسخة منها عشان أوريكم الفرق لو حبيت أكبر. يعني لو دوست مثلا على 10 شوف المنظور ده هيكبر 10 أضعاف الرسمة هنا. طب احنا كده كبرنا 2، تعالوا طب نشوف لو هيبقى هنكبر مثلا نخليها 10، بصوا شوف المنظر اللي هيحصل له، منظور كبير جدا. شفت المنظور كبير بقى ازاي؟ بقى حتى النموذج الصغير خده جنبه. هنرجع كده تاني خطوة، فهمنا النقطة دي يا جماعة. لما أجي أكبر ده كده الشكل الطبيعي بتاعه، لو ما أحب أكبر بكبر بيكبر بالضعف، قلنا من مقياس رسم من 1 لـ10%، يعني بيكبر دوت 1 يبقى نفس الحجم ده كده هيبقى قد 2، واحد قلنا 2 هيبقى نفسه قد 3 هيبقى 3 أضعاف، 4 هيبقى 4 أضعاف زي ما وريتك كده. طيب في حاجة تانية يا جماعة ممكن نعمل بيعملها برضك امر سكيل، يعني حاجه حلوه برضك بيعملها. انا لو جيت مثلا على الشكل ده، انا عندي كده وعايز الف الشكل ده اقلبه اخليه الجزء ده
يجي الناحية التانية. طبعا من غير ايه، احنا شرحنا ريتيتو عملناه قبل كده الدورات. لا ده بص ممكن يعملها بطريقة حلوة. انا هاجي من النص هنا، من نص المربع كده، وامشي بيه. بصوا المنظر هيتغير معايا يا جماعة ده. اهو اداني، بجيب نفس 1% هنا. شوف قدرت اغير الشكل ده، اعكس الشكل ده والشكل ده. خد برضك على نفس الحكاية من هنا، اقدر برضك اخش بيه كده والف الناحية التانية. اهو فهمنا النقطة دي يا اخواني. اقدر ان اعكس الرسمة دي. طيب ازاي يعني هتنفع ايه في الرسمة دي؟ يعني انا دلوقتي عندي رسمة وعايز اكمل بيها الجزء ده ونكمل بيه الجزء ده، فبجيب امر الاسكيب ده يعني كتجربة بوريكم. يعني لو انا عايز عندي حاجه وعايز اكملها بالشكل دوت، نموذج بعمل اي نموذج اي مجسم وعندي قطعتين متشابهين زي بعض، ممكن اخد نسخ ومراجع بيها لورا والزقها كده، يبقى اداني شكل النموذج. فعرفنا امر السكيلي ان هو بيقدر يتحكم في الاجسام بزياده او بناقص، سواء طول او عرض او ارتفاع، ويقدر يعكس لي الشكل ويقدر يكبر لي النموذج بنسبة مقياس رسم، قلنا من 1 لـ10 زي ما انت عايز بيضرب لك الضعف. ويا رب يكون قدرت اوصل لكم الدرس كده يا اخواني. وصلنا لاخر الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معاكم اخوكم احمد العشب. إن أعجبك الفيديو اضغط لايك أسفل الفيديو. والاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد وحصري. لا تنسى تكتب تعليق على الفيديو.